الرئيس السيسي يؤكد أن الهجمات الأخيرة في الخليج تشكل أعمالاً إرهابية تتطلب موقفاً دولياً. إجماع عربي خليجي على ضرورة الوقوف في وجه التهديدات الإيرانية بالمنطقة. موسكو تطالب أنقرة بمنع مسلحي إدلب السورية من إطلاق النار على المدنيين والأهداف الروسية. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت جرينتش، جولة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. بداية هذه الجولة من مشاركة الرئيس السيسي بالقمتين العربية والإسلامية بالسعودية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القمة العربية الطارئة تعقد في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي، مؤكدا أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل لمصر واحدة من الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومي المصري. لا شك أن قمتنا تنعقد اليوم في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي، خاصة في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة. ولا أظنني بحاجة لأن أؤكد أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومي المصري. ومن هنا فإن أي تهديد يواجه أمن الخليج ومن ثم الأمن القومي العربي يقتضي منا جميعا وقفة حاسمة لمواجهته بمنتهى الحكمة والحزم. فالحزم مطلوب لتصل الرسالة للقاسي والداني بأن العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي، ولن يقبلوا أي مساس بحق من حقوقهم، كما أن الحكمة ضرورية لاحتواء أي توتر ومنع انفجاره. فالعرب كانوا ولا يزالون دائما دعاة سلم واستقرار. ننتقل الآن لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي ما بين المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. سارة، وأيضا مع وزير الخارجية، النقاط التي أثارتها المستشارة مهمة، وسوف نمضي 45 دقيقة في النقاش. مرة أخرى شكرا للاستضافة. كانت هذه لحظات سريعة لنهاية هذا المؤتمر الذي جمع ما بين ميركل وما بين بومبيو، وسنستعرض معكم في سياق هذه الجولة الإخبارية أهم نتائج هذا المؤتمر الثنائي. استعرض الرئيس السيسي عناصر الرؤية المصرية لكيفية التعاطي الحازم والحكيم مع التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، مؤكدا أن الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية السعودية ومحاولات استهداف أراضيها بالصواريخ والاعتداءات التي تعرضت لها الملاحة البحرية تعد أعمالا إرهابية صريحة وتتطلب موقفا واضحا من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أهمية تفعيل آليات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب. واسمحوا لي أن أغتنم فرصة اجتماعنا اليوم في هذه البقعة المباركة لأستعرض معكم عناصر الرؤية المصرية لكيفية التعاطي الحازم والحكيم مع التهديدات التي اجتمعنا اليوم لمناقشتها، ومع التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بشكل عام. ولعلي أوجز هذه الرؤية في أربعة عناصر أساسية. أولا، إن الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا من جانب ميليشيات الحوثي والمحاولات المتكررة لاستهداف أراضيها بالصواريخ، وكذلك الاعتداءات التي تعرضت لها الملاحة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة، تمثل بدون شك أعمالا إرهابية صريحة
تتطلب موقفا واضحا من كل المجتمع الدولي لإدانتها أولا، ثم للعمل بكافة الوسائل لردع مرتكبيها ومحاسبتهم ومنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومي العربي وعلى السلم والأمن الدوليين. وإذا كنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة تجاه هذه التهديدات الإرهابية، فإن علينا كعرب أيضا مسؤولية لتفعيل آليات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وتدعيم قدراتنا الذاتية على مواجهته. أكد الرئيس السيسي أن المقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومي العربي تقضي التعامل بالتوازي مع كافة مصادر التهديد لأمن المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. إن المقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومي العربي تقتضي التعامل بالتوازي مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية والمصدر الأول لعدم الاستقرار في المنطقة. فلا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة بدون الحل السلمي الشامل الذي يلبي الطموحات الفلسطينية المشروعة في الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أنه لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي بدون تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة في سوريا وليبيا واليمن واستعادة وحدة هذه الدول وسيادتها وتحقيق طموحات شعوبها في الحرية والحياة الكريمة في ظل دول موحدة ذات سيادة وليست مرتهنة لإرادة وتدخلات وأطماع دول إقليمية أو دولية أو أمراء الحرب والميليشيات الإرهابية والطائفية. أكد السيسي أن الشرط الضروري لبناء المقاربة الاستراتيجية الشاملة للأمن القومي العربي يجب أن يقوم على مواجهة جميع التدخلات الإقليمية أو الخارجية ومصارحة أي طرف عربي يحيد عن مقتضيات الأمن القومي العربي ويشارك في التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية. الشرط الضروري لبناء هذه المقاربة الاستراتيجية الشاملة للأمن القومي العربي يجب أن يقوم على مواجهة كافة التدخلات الإقليمية في الدول العربية بنفس الدرجة من الحزم. فلا يمكن أن تتسامح الدول العربية مع أي طرف إقليمي يهدد أراضي ومنشآت ومياه دول عربية شقيقة وعزيزة أو أن يسعى لممارسة نفوذه في الدول العربية من خلال ميليشيات طائفية تعمل لتحقيق مصالحه الضيقة. وبنفس المنطق فإنه لا يمكن أن تقبل الدول العربية استمرار تواجد قوات احتلال عسكرية لطرف إقليمي على أراضي دولتين عربيتين شقيقتين، أو أن يدعم طرف إقليمي بالسلاح والعتاد سلطة ميليشيات ويغذي الإرهابيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي كله. بدوره أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن التمادي الإيراني جاء نتيجة لعدم اتخاذ موقف حاسم من تصرفاته، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة التهديدات الإيرانية، كما دعا إلى العمل لجعل العالم العربي مركزا اقتصاديا وثقافيا في المنطقة. إن عدم اتخاذ موقف رادع حازم لمواجهة تلك الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة وما قاده للتمادي في ذلك والتصعيد بالشكل الذي نراه اليوم. إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ستظل يد المملكة العربية السعودية دائما ممدودة للتعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم في كل ما من شأنه تعزيز التنمية والازدهار وتحقيق السلام الدائم لدول وشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني. وعلينا جميعا السعي لجعل العالم العربي مركزا اقتصاديا وثقافيا مؤثرا في العالم، وأدعوكم إخواني للوقوف وقفة جادة وحازمة
الدفاع عن هذه المكتسبات. كما نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لا ما تشكله الممارسات الإيرانية ورعاية الأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم. من جهته أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة هامة لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن التحديات تتطلب زيادة العمل والتنسيق العربي. نحن في المملكة الأردنية الهاشمية على وقوفنا إلى جانب أشقائنا العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، ورفضنا الحازم لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة أو تهديد بسيادتها أو أمنها بأي شكل من الأشكال، والتي كان آخرها ما تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتين من اعتداءات مدانة ومرفوضة. ونؤكد هنا أن أمن دول الخليج العربي بالنسبة لنا في الأردن يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، فأمن أشقائنا هو أمننا، وعلى ذلك فلا بد من مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها عالمنا العربي عبر تطبيق حقيقي لمفهوم العمل العربي المشترك. أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان وقوف الخرطوم بجانب دول الخليج العربي ضد الأعمال العدائية التي طالت السعودية والإمارات، وأشار البرهان إلى أن مجلسه يسعى إلى إجراء انتخابات ديمقراطية في السودان تشارك فيها كافة القوى السياسية. يجتمع اليوم وقد وقعت تهديدات وتصرفات غير مسؤولة تستهدف أمن واستقرار منطقتنا العربية وبخاصة الخليج العربي وجنوب البحر الأحمر، والتي طالت المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الأمارات العربية الشقيقة مستهدفة السفن وخطوط النقل وأمن الحرمين. ونحن ندين تلك الاعتداءات والتهديدات، نؤكد وقوفنا إلى جانب الأشقاء في الخليج والاصطفاف إلى جانبهم في مواجهة هذه الأعمال العدائية. لقد شهدت بلادنا منذ ديسمبر الماضي حراكا شعبيا واسعا احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية التي كانت سائدة. قاد هذا الحراك شباب السودان في ثورة سلمية، حيث اصطف هؤلاء الشباب والمواطنون أمام القيادة العامة للقوات المسلحة مطالبين بالتدخل لإحداث التغيير المنشود نحو مستقبل أفضل بعد أن وصلت الأحوال لدرجة من الاضطراب واستداد الوفق، الأمر الذي شكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني. لذلك اتخذت القوات المسلحة قرارها بالانحياز لرغبة وتطلعات شعب السودان من أجل سودان جديد تسوده الحرية والعدالة والسلام، ينعم بالديمقراطية وترسيخ حكم القانون، حيث وعدنا شعبنا بتسليمه السلطة عبر فترة انتقالية محدودة تشهد نهاياتها انتخابات نزيهة وشفافة. أكد البيان الختامي للقمة العربية الوقوف في وجه أي تهديد إيراني لمصادر الطاقة أو الملاحة البحرية وإدانة استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية. البيان أشار، وهذا البيان الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أشار إلى ضرورة أن تقوم العلاقات مع إيران على احترام الجوار، كما أكد حق السعودية الكامل في الحفاظ على أراضيها وعلى مناطقها السكنية. هناك تأكيد واضح على أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي العربي، ده شيء الجميع تحدث فيه. أيضا رسالة حازمة بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية. ثالثا الوقوف والإدانة الواضحة للغاية ضد الهجمات سواء الموجهة في الملاحة في
مواني الإمارات أو التعرض لخطوط النفط أو معامل النفط في المملكة العربية السعودية. صدر عن القمة هذا البيان من 10 نقاط. نقاط العشر تدور حول إدانة التدخلات، إدانة الأعمال، عدم المطالبة بعدم التدخل في الشأن الداخلي، ولكن أيضا وهذه لا يجب أن تمر مرور الكرام وتعرضتم إليها سيادة الوزير، وهي أن الدول العربية والجامعة العربية لا تدفع نحو مواجهة في منطقة الخليج، بل على العكس هي تطالب بعودة الاستقرار وتحقيق الهدوء، ولكن مع احترام الحقوق العربية ووقف أي تدخلات خارجية في الشأن العربي. القمم العربية الطارئة مايو 1946، قمة أنشاص الطارئة عقدت بدعوة من الملك فاروق، أكدت حق الشعوب العربية في نيل استقلالها، طالبت بإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين. نوفمبر 1956، قمة بيروت الطارئة عقدت إثر العدوان الثلاثي على مصر، أكدت مناصرة مصر ضد العدوان. سبتمبر 1970، قمة القاهرة الطارئة عقدت إثر الاشتباكات المسلحة في الأردن بين المنظمات الفلسطينية مع الحكومة الأردنية، دعت إلى الإنهاء الفوري للعمليات العسكرية وإطلاق سراح المعتقلين. أكتوبر 1976، قمة الرياض الطارئة عقدت لبحث الأزمة في لبنان، دعت إلى وقف إطلاق النار وتطبيق اتفاق القاهرة. سبتمبر 1982، قمة فاس الطارئة أكدت التضامن مع العراق ضد التهديدات الإيرانية. أغسطس 1985، قمة الدار البيضاء الطارئة أكدت أهمية القضية الفلسطينية واستقرار لبنان ومحاربة الإرهاب الدولي. نوفمبر 1987، قمة عمان الطارئة أعلنت تضامنها مع العراق إزاء التهديدات الإيرانية. يونيو 1988، قمة الجزائر الطارئة دعت إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية. مايو 1989، قمة الدار البيضاء الطارئة أعادت مصر إلى عضوية الجامعة العربية، عبرت عن دعمها للدولة الفلسطينية. مايو 1990، قمة بغداد الطارئة بحثت التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي. أغسطس 1990، قمة القاهرة الطارئة أدانت العدوان العراقي على الكويت. يونيو 1996، قمة القاهرة الطارئة أكدت مجددا على شروط السلام الشامل مع إسرائيل. أكتوبر 2000، قمة القاهرة الطارئة أكدت دعم الشعب الفلسطيني وإدانة دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم القدسي الشريف. مايو 2019، قمة مكة المكرمة الطارئة تبحث هجمات ميليشيات الحوثي على محطتي ضخ نفط بالسعودية، تبحث الهجوم على سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية. وصف العاهل السعودي الملك سلمان في كلمته بالقمة الخليجية الطارئة بمكة المكرمة ما تقوم به إيران من تدخلات في المنطقة بأنه التحدي الحقيقي لمبادئ إرساء السلم، مؤكدا حرص المملكة على استقرار المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك ضد الممارسات الإيرانية المهددة للسلم. سنعمل معا حول الله لمواجهة كافة التحديات والتهديدات بعزم وحزم. إخواني أصحاب الجاه والسمو،
إنما يقوم بالنظام الإيراني من تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتطوير برامج النووية والصاروخية وتهديد الحياة الملاحة العالمية بما يهدد امدادات النفط للعالم، جعل تحديا سافرا لمواثيق مبادئ وقوانين الأمم المتحدة لحفظ السلام والأمن الدولي. كما أن دعم الإرهاب عبر 4 عقود وتهديده بالأمن والاستقرار يهدف لتوسيع النفوذ والهيمنة، وعمل ترفضه الأعراف والمواثيق الدولية. إن الأعمال الإجرامية التي حدثت في مؤخرا باستهداف أحد أهم طرق التجارة العالمية بعمل تخريبي طال 4 ناقلات تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدول الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكذلك استهداف محطة ضخ للنفط وعدد من المنشآت الحيوية في المملكة، تستدعي منا جميعا العمل بشكل جاد للحفاظ على أمن مكتسبات دول مجلس التعاون. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إن القمة تنعقد في ظل وضع إقليمي يتطلب الحيطة والحذر والتعاون لمواجهة التحديات، ولا سيما استهداف الملاحة الدولية في الخليج. تنعقد هذه القمة المباركة لمجلسكم الموقر في ظل وضع إقليمي بالغ الحساسية والتعقيد، ينبئ بمخاطر جسيمة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون اليقظة والحيطة والحذر والاستعداد ومزيدا من التكاتف والتعاطف للحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها. وما تواجدكم اليوم في هذا اللقاء المهم على هذه الأرض المباركة إلا تأكيدا على حرصكم على وحدة الصف الخليجي وعزمكم الثابت على تحقيق الأمن الجماعي الشامل لهذه المنظومة الخيرة في ظل استمرار الاستفزازات والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس وما شهدته المنطقة من تهديدات وأعمال عدائية إرهابية مؤخرا تمثلت في تهديد سلامة إمدادات النفط من خلال الأعمال التخريبية للسفن التجارية المدنية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومحطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية وإطلاق الصواريخ البالستية على الأماكن المقدسة والمناطق المدنية في المملكة. ومن أجل ذلك كله جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة الطارئة لتدارس الوضع المعقد الذي تعيشه المنطقة والتحديات التي تواجهها. أدان قادة مجلس التعاون الخليجي التدخلات الإيرانية في المنطقة والهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي على منشآت نفطية بالخليج. شدد البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة التي استضافتها مكة المكرمة، شدد على ضرورة التزام إيران بمواثيق القانون الدولي وبمبادئ حسن الجوار وباحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية. جهود حثيثة تبذلها مصر على كافة الأصعدة لحل أزمات المنطقة بدءا من القضية الفلسطينية مرورا بالعمل على إيجاد تسوية عربية شاملة للأزمات في سوريا وليبيا والسودان واليمن تحقن الدماء وتحفظ الدول العربية من الانهيار. المزيد في هذا العرض.
علاقات متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية، تلك العلاقات التي تربط مصر بالسعودية وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ. تؤكد هذه العلاقات متانة أواصر تلك العلاقات الفريدة التي تعد نموذجا في التعاون العربي المشترك على مختلف الأصعدة. المزيد في سياق هذا العرض. أيقن العالم أن مصر بما تمثله من مكانة ومن أهمية وبما تلعبه من دور محوري في المنطقة تمتلك مفتاحا لحل الأزمات والقضايا التي تعيشها المنطقة، كما أيقن بدور مصر الكبير في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه. سياسة مصرية ثابتة تجاه القضايا ترتكز على أهداف عدة يأتي في مقدمتها الدفاع عن المصالح العربية وحل الأزمات الإقليمية بشكل سلمي لا يهدم المؤسسات الوطنية ورفض كل أشكال التدخل العسكري أو التقسيم، بالإضافة لدعم جهود مكافحة الإرهاب. القضية الفلسطينية تأتي على رأس القضايا، حيث تؤكد مصر على موقفها بدعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإعلان دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وخلق الأرضية الملائمة لإحياء عملية السلام والدفع قدما بتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني والتعامل بجدية مع التحديات الإنسانية في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولحل الأزمة السورية تؤكد الدولة المصرية على موقفها المتوازن للحفاظ على مؤسسات الدولة ودفع المسار السياسي على أساس عملية جنيف، مع ضرورة الانتهاء من الإجراءات الرامية لبدء عمل اللجنة الدستورية. واستضافت مصر منذ بداية الأزمة الليبية العديد من الاجتماعات لحلحلة الأزمة المستمرة منذ سنوات بهدف توحيد المؤسسة العسكرية والتصدي لخطر الإرهاب، الأمر الذي ساعد الجيش الوطني الليبي بالتقدم في جميع الجبهات والسيطرة على كامل حدود البلاد، كما شاركت القاهرة بفاعلية في اجتماعات دول جوار ليبيا التي تهدف لتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبناء المؤسسات السياسية الليبية. وحول الأزمة في اليمن، عبرت مصر عن إدانتها الشديدة لممارسات ميليشيات الحوثي في سواحل البحر الأحمر وانتهاكاتها للحدود السعودية، مؤكدة على موقفها الداعم للشرعية، كما أرسلت العديد من شحنات الدعم الإنساني من مواد غذائية وطبية للمدنيين اليمنيين المحاصرين بسبب الحرب. ولاستعادة الاستقرار في المنطقة اتخذت مصر موقفا حاسما من الجماعات الإرهابية، وطالبت بوضوح بإدانة الجهات والدول التي توفر ملاذات آمنة لقيادات الإرهاب وملاحقة شبكات تمويله، وتبنت خطابا لمواجهة الفكر المتطرف وقطع الطريق أمام تجنيد الشباب في الجماعات الإرهابية. كما تتبنى الدولة المصرية موقفا ثابتا بأن التنظيمات الإرهابية على اختلافها تمثل تهديدا متساويا، وأنها تستقي أفكارها من منطلق واحد الذي يحض على العنف والقتل وترويع الآمنين واستقطاب المؤيدين عبر تزييف المفاهيم الدينية لتحقيق أهداف سياسية.
وفي مختلف المحافل الدولية حرصت القاهرة على الترويج لمقاربتها الشاملة في محاربة الإرهاب لمحاصرة هذه الظاهرة من مختلف النواحي الفكرية والتنظيمية والمالية. تقدمت شركة تذكرة بالشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي تتقدم وبأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر الشهر القادم، الأمر الذي أدى إلى نفاذ تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة. أكدت الشركة أنها تلتزم بالنظام المعلن في حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكتروني للحصول على بطاقة المشجع الفان آي دي وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات، وترجو جميع المشجعين المصريين أن يلتزموا بهذا النظام المصمم خصيصا لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات. وشددت الشركة على التزامها بالساعة المحددة لحضور الجماهير في كل استاد من الاستادات المخصصة للبطولة، وأنها لا يمكنها أن تطبع تذاكر أكثر من هذه الساعة ولو بمقعد واحد في أي مباراة. كما أكدت الشركة أن النظام حجز التذاكر يراعي الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهي أسبقية الحجز. تواصل منظومة تذكرة تقديم خدماتها للجماهير في مناطق متفرقة من محافظات مصر لحجز تذاكر المباريات الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية. جماهير الكرة المصرية تعود للمدرجات من بوابة تذكرة الإلكترونية ومنافذها النموذجية. تواصل منافذ بيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عملها وفقا للمواعيد الخاصة بشهر رمضان الكريم، حيث تبدأ من 10 صباحا حتى 4 عصرا ومن 8 مساء حتى 1 صباحا. والله هو النظام ده، نظام التيكت الإلكتروني ده بنتمناه من زمان أساسا. ده هيريح جماهير كتير في الدخول، في التنظيم، في مثلا سعر التذكره، بدل الكلام اللي احنا كنا عارفينه زمان السوق السوداء والكلام اللي احنا بنتمناهوش دلوقتي دوت. فنتمنى المجال او التنظيم ده يتم في اي بطوله وفي الدوري العام كمان. لا، هو النظام الجديد جميل قوي، خصوصا ان نلاقي يسر وحاجات مش متعودين عليها الكلام ده، بس النظام السيستم حلو يعني، جميل جدا وفي معامله كويسه والمكان كمان كويس وكل حاجه يعني الحمد لله زي الفل. انا مستغرب يعني الموضوع ده جديد، كنت متوقع ان انا الاقي زحمه وناس مشاكل وكده، بس الاقي الموضوع منظم جدا يعني. وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد حددت عددا من المنافذ لاستلام التذاكر وبطاقات المشجع فان اي دي، وهي 17 منفذا للدرجة الاولى و9 منافذ للدرجتين الثانية والثالثة موزعة على محافظات القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والسويس. كان في الاول بنتعذب طبعا طوابير عشان ناخد تذكره والكلام ده، الموضوع سهل جدا، حد الدخول على الموقع سهل جدا، الاجراءات سهله، الدفع كل حاجه متوفره سهله جدا. ما كملتش يوم يعني، انا سجلت امبارح وجيت خدت الفان اي دي النهارده. لا، هو طبعا النظام حلو واحنا شعب منظم واوريدي قدام العالم، لازم نظهر بمظهر مشرف ومنظم. موضوع التذكره من على موقع النت او موقع تذكرتي دي حاجه بسيطه، بقت في امكانيه ان انا احصل على التذكره بسهوله من غير تدافع، من غير تزاحم، من غير سوق سودا، من غير ما حد يستغلني. طبعا ده كل دي اجراءات الناس كلها حبها، كل الناس اللي شاركوا معايا وحصلوا على التذاكر قبلي قالوا لي على سهوله الاجراء، قالوا لي ان هو اوريدي بياخد الموضوع ما بياخدش 5 دقائق، انك تستلم الفن اي دي بتاعك، بتاخد التذكره بتاعتك، بقدر ادفع بطرق متعدده، فما فيش بقى ان انا عندي اكتر من حته يعني، في سهوله، في الدنيا سهله، فبالتالي ما اقدر اتمتع يعني. انا في الاخر اللي هيروح يتفرج على الماتش ده عايز يروح يتمتع، فما فيش حاجه اسمها متعه ان اوريدي بالبهدله، متعه بالنظام، بالنظافه، بالشياكه، عشان نظهر بالمظهر قدام العالم بشكل محترم يعني.
تفاؤل وارتياح ورغبة في الانتقال إلى مرحلة جديدة تتناسب مع القفزات التي تحققها مصر على كافة الأصعدة. طريقة بيع التذاكر مؤشر مبكر لنجاح تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تنظمها مصر. تواصل منظمة هيومان رايتس المعنية بحقوق الإنسان حملتها المغرضة والمشوهة لجهود وتضحيات أبناء القوات المسلحة من أجل مكافحة الإرهاب وتطهير سيناء من جماعات الشر، والمشاركة في دعم جهود الدولة من أجل تعمير شبه الجزيرة في سيناء. المزيد في هذا العرض. كعادتها تواصل منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتشدخ بالدفاع عن حقوق الإنسان بث سمومها المغرضة والمسيسة لقلب الحقائق وخدمة جماعات الشر والظلام. وهذه المرة تحاول المنظمة غير الحقوقية تشويه الحقائق بشأن الأحداث في سيناء، تلك البقعة الغالية على قلوب المصريين. المنظمة وفي أحدث تقرير لها تزعم أن القوات البرية والجوية المصرية تخوض مواجهة مع مسلحين إسلاميين في سيناء منذ سنوات، متهمة قوات الأمن باعتقالات تصفية شملت صغار السن والوقوف وراء حالات اختفاء وتعذيب. هذه النقطة لم تضف أي جديد، فمن المعلوم للعالم كله ما تواجهه مصر من عمليات إرهابية داخل سيناء، والتي امتدت أيضا إلى داخل بعض المحافظات المصرية مستهدفة رجال الأمن والشرطة والمدنيين، ما استدعى الدولة المصرية القيام بعملية تطهير شاملة لسيناء من الإرهاب، وهي العملية التي تزامنت مع استراتيجية شاملة من جانب الحكومة المصرية لإعادة تنمية سيناء. التقرير زعم أن المنظمة وثقت 50 حالة اعتقال تعسفي للسكان، بينها 39 حالة احتجاز في حبس انفرادي بمكان غير معلوم، الأمر الذي رد عليه المتحدث العسكري بأن يتم اتخاذ جميع التدابير القانونية لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفا أن الإجراء المتبع يتضمن تحديد الوقائع التي شارك فيها العنصر الإرهابي، وأن ما ورد في تقرير المنظمة أمر غير منطقي. هيومان رايتس ووتش زعمت أيضا أن أحد المحتجزين لفظ أنفاسه أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية، وذلك استنادا إلى شهادات محتجزين سابقين على حد زعمها، مع العلم أن الدولة المصرية أكدت مرارا وتكرارا أنه يتم التعامل مع الجميع وفقا لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، ولا يتم التعدي على أي من المحتجزين. ومن المنطقي أن البعض توفوا بسبب حالة صحية كانوا يعانون منها قبل دخولهم السجن. وعلى الرغم من أن السجون المصرية تسمح بمتابعة من جانب المنظمات الحقوقية، وأن هذه المنظمات لم ترصد أي تجاوزات، إلا أن تقرير المنظمة يزعم توثيق 14 حالة قتل للمحتجزين خارج نطاق القضاء، وهو ما يؤكد أن التقرير يستند إلى معلومات غير صحيحة، حيث إن العناصر المتورطة في أعمال إرهابية يتم التعامل معهم واحتجازهم بشكل قانوني، ويتم تقديمهم للمحاكمات وفقا للقوانين المصرية. وفي اعتراف على جرائم المجموعات الإرهابية في سيناء، وثقت هيومان رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها ولاية سيناء الفرع المحلي لتنظيم داعش الإرهابي، وقالت إنها هاجمت مدنيين وخطفت وعذبت وقطعت رؤوس خصوم، وذلك تحت ذريعة تعاونهم مع قوات الأمن المصرية بهدف الإبلاغ عن العناصر الإرهابية، فيما يعد وسيلة لبث الرعب والخوف في نفوس كل من يريد التعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية. تقرير المنظمة أشار أيضا إلى أن الصراع في سيناء تصاعد بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية عام 2013،
وهو ما يعتبر وصفا غير مناسب لما يحدث في سيناء من محاربة صريحة للإرهاب، وذلك لما رصدته أجهزة الاستخبارات من العديد من البؤر الإرهابية والإجرامية المسلحة التي تسعى لاستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية للدولة، بالإضافة إلى رصد دعم خارجي للجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار. التقرير تجاهل العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية وما يحدث في سيناء من أعمال إرهابية، وهي العلاقة التي أكدها القيادي الإخواني الإرهابي البلتاجي عندما أعلن أن ما يحدث في سيناء سيتوقف في لحظة عودة الرئيس محمد مرسي للحكم مرة أخرى، إضافة لما قاله المتهم صفوة حجازي من على منصة رابعة وتهديداته بأن من يرش مرسي بالمياه نرشه بالدم على حد قوله. بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها وتحققها الدولة المصرية في مواجهة خطر الإرهاب، تعالت الدعوات من الجماعات والمنظمات المسيسة لوقف المساعدات العسكرية والأمنية، ولكن هذه الدعوات المغرضة لم تلق بالا، حيث إن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة أبرمت صفقات سلاح مع فرنسا لشراء 24 طائرة من طراز رافال الفرنسية، كما قامت روسيا بتزويد مصر بمقاتلات ميج 35 ام 2 متعددة المهام، وهي واحدة من أهم الصفقات، بالإضافة إلى اتفاق مصر مع الجانب الروسي لشراء 12 مقاتلة من طراز سو 20K لتدعيم القوات الجوية المصرية، كما شهد ملف العلاقات العسكرية بين مصر والصين تطورا ملحوظا لدفع التعاون العسكري في مجال التصنيع والتدريب المشترك. واستمرارا لأكاذيبها التي لا تنتهي، زعمت هيومان رايتس ووتش أن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء أجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها، بينما ألقي القبض على الآلاف واحتجاز المئات سرا. المنظمة وفي تقريرها المغرض اعتمدت على بيانات يرجع مصدرها إلى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان الإرهابية. تلك النقطة من التقرير تعكس التجاهل التام لجميع عمليات الإرهاب والقتل والفوضى التي تقع في سيناء على يد المجموعات الإرهابية التابعة للإخوان وغيرها من المنظمات العنيفة. المزاعم بأن قوات الأمن تنفذ العمليات العسكرية في نطاق الحيز السكني الآمن يأتي للتشكيك في جهود القوات المسلحة في الحرب والبناء، حيث إنها قدمت دعما للدولة في الإشراف على تنفيذ 312 مشروعا تنمويا في جميع المجالات، وذلك للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص عمل لأهالي سيناء، بالإضافة إلى نجاح القوات المسلحة في تدمير البنية التحتية للإرهاب وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي. We'll be right back.
السلطات المختصة بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان قرارا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم. التقارير قالت إن السلطات السودانية سحبت تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة اعتبارا من الأمس، وقررت إغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته. دعت الرئاسة الروسية الكرملين تركيا إلى منع المسلحين في محافظة إدلب السورية من إطلاق النار على الأهداف المدنية والروسية. الكرملين شدد على ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب، وأشار إلى أن موقف موسكو متوافق مع أنقرة في هذا الشأن. ختام هذه الجولة الإخبارية وهذه هي العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن الهجمات الأخيرة في الخليج تشكل أعمالا إرهابية تتطلب موقفا دوليا. إجماع عربي خليجي على ضرورة الوقوف في وجه التهديدات الإيرانية بالمنطقة. موسكو تطالب أنقرة بمنع مسلحي إدلب من إطلاق النار على المدنيين وعلى الأهداف الروسية. للمزيد من التفاصيل تستطيعون أن تتابعوا الموقع الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.